تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. اتحاد الكوره قرر ان هو يعمل خطوه ايجابيه بدعوه نجوم او اساطير الكره المصريه عبر تاريخ الكره المصريه في كل الاجيال علشان يحضروا ماتش مصر والسنغال، ولكن الخطوه دي كان فيها عوار شديد، ان في بعض الاسماء سقطت من اتحاد الكوره، وكان جوابهم او ردهم على ان مفيش اسماء بعينها تم اختيارها كان رد يعني عذر اقبح من ذنب. كابتن خطيب ما اتاخدش ليه؟ كابتن حسن شحاته ما تمش الدعوه ليه ليه؟ كابتن فاروق جعفر وكثير من الاسماء المهمه اللي يعتبروا علامه من علامات الكره المصريه والافريقيه. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ايه السبب اللي خلى اتحاد الكوره ان هو ما يدعيش او ما يقدمش الدعوه لكابتن خطيب وحسن شحاته وفاروق جعفر وكثير من اساطير الكره المصريه الحقيقيه، اللي هو بيصنف احمد عيد عبد الملك على انه اسطوره، على الرغم ان احمد عيد عبد الملك كان بيتاخد احتياطي في منتخب مصر، ولما كان بينزل كان بينزل علشان منتخب مصر عايز يضيع له دقيقتين ثلاثه، منتخب مصر كان يعني حاطط الماتش في جيبه وبيضيع وقت. احمد علي عبد الملك اللي كان بيجي احتياطي في المنتخب حسبوه اسطوره من اساطير الكره المصريه، لك ان تتخيل هذا يا مؤمن، فعلا هذا حدث من اتحاد الكوره. بس تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مين الاسماء اللي اختاروها وليه الكابتن الخطيب وفاروق جعفر وحسن شحاته مش موجوده في الاسماء دي، وتعالوا لنا تاني عشان هنعقب تعقيب قوي على اتحاد الكوره. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو أول مرة تشوفني أول مرة تتابعني أول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. اتحاد الكرة أعلن عبر صفحته الرسمية عن دعوته ل48 أسطورة من أساطير الكرة المصرية للحضور، وانه ده الغرض منه هو تكريم هذه الاساطير وفي نفس الوقت دعم هذه الاساطير لهؤلاء النجوم اللي موجودين على ارض الملعب علشان يبقى في قصه كده ايه داعمه، لقطه ولفته ايجابيه ولكنها اثارت جدلا. تعال الاول نستعرض البيان. قالوا انه تقديرا لجهودهم الكبيره وتتويجا لعطائهم على مدار سنوات لخدمه وتشريف الكره المصريه، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الدعوة لمجموعة من أساطير ونجوم كرة القدم المصرية لحضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي المحدد لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 22. وتضم قائمة الأساطير كلا من أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، احمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفى، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، اسامه نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونه، جمال عبد الحميد، احمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد علي عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيى، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حماده صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عماره، واسماعيل يوسف. ما تسالنيش الترتيب ده ليه؟ لان انا الحقيقه ما عرفتش ولا هو بالابجدي ولا هو بالسن، لان جايب لك واحد من الستينات، مواليد الستينات، واللي بعديه مواليد الثمانينات، واللي بعديه ترجع سنوات، فما فهمتش الحقيقه ليه ترتيبه دي. ما كنتوا تقسموها لنا اجيال مثلا، بدل ما احنا بنقعد ندور على الاسم 70 مره نقول النهارده الحقيقه قعدت انا وزمايلي نقعد نقول ايه ده هم مش كاتبين كذا، نروح نقعد نبص فنلاقيه لا مكتوبه اهو في السطر الثاني، نروح بعديها نقول ايه ده ما كتبوش كذا، نلاقيه مكتوب في السطر الاخير، طب هما ليه ما كتبوش كذا، نبقى خلاص معتقدين ان هو مكتوب، نلاقيه مش مكتوب، فليه اللخبطه دي يا جماعه؟ ما كنتوا تكتبوها بشكل كده ايه مهندم، يعني جيل كذا جيل كذا. ليها كواليس بكل تاكيد، ومن حقك ومن حقي ان انا اسال، طب مش كان ممكن كذا يدعى؟ ومن حقك برضو ان تقول هو ده الاسطوره، لكن في الاخر هم كلهم نجوم، اللي خدم المنتخب دقيقه يستحق ان هو يتم دعوته ووجوده
للتشجيع امر ايجابي جدا، ودي لفته طيبه من اتحاد الكره ان هو بيقول لكل لاعب قدم للمنتخب المصري ان انت بتكرم بان انت تكريما لعطائك. دي لفته شيك جدا شويه على انه ليه اسماء معينه ما انضمتش او ان هو ايه المعايير. احنا تواصلنا مع مصدر داخل اتحاد الكره المصري لسؤالي عن المعايير اللي بناء عليها اختيرت هذه الاسماء ولم يتم اختيار اسماء اخرى لا تقل بل ربما تزيد عن بعضها نجوميه. تعالوا نستعرض كيف كان رد اتحاد الكره المصري على هذه الدعوه. مبدئيا كده ان الكابتن حازم امام عضو مجلس الاداره هو صاحب هذه الفكره، هو من كتب اسماء اللاعبين من جيل 90 و98، اما الكابتن احمد حسن عميد لاعبي العالم سابقا فهو من اختار لاعبي المنتخب من جيل 2006 و2008 و2010. معنى كده الارقام اللي قدامنا 90 98 6 8 10 انه اختيار اللاعبين المعيار الاساسي فيه كان التتويج بالبطولات او المشاركه في المونديال، مونديال 90 وتتويج ببطولات افريقيا. طيب نروح للتفصيله الاخرى وهي هذه المعايير، انه المتوجين بامم افريقيا بكاس الامم او المشاركين في كاس العالم، الهدف من الدعوه حسب ما قال عضو مجلس اداره في اتحاد الكره المصري ان يشاهد لاعبو المنتخب النجوم السابقين الذين سبق وحققوا بطولات، وفي الوقت ذاته هذا الامر يمثل تقديرا لنجوم الكره المصريه. طيب سالنا بقى عده اسئله، طب الكابتن محمود الخطيب، الكابتن فاروق جعفر، الكابتن حسن شحاته، ما هو في مشاركات اهي بامم افريقيا 86، ما هو في المدرب اللي قاد الثلاث تتويجات، هقول لكم الاجابه. لكن اتحاد الكره، نرجع ثانيه بس انا اسف اتاخرت عليكم، اتحاد الكره اكد على اعتذاره لكل من غضب لعدم اختياره وينوي تطبيق هذه الفكره في المباريات الكبيره للمنتخب في الفتره المقبله. يعني احنا كنا بنبدا فاحيانا البدايه ما بتكونش بنفس اللي احنا عايزين نوصل له. وهذا المصدر قال لنا انه طب الكابتن حسن شحاته فين؟ نخش بقى اللي بعده. كانت اجابته انه لانه لم يتوج ببطوله دوليه كلاعب. طب الكابتن محمود الخطيب لانه رئيس نادي مش نجم كره فقط، وبالتالي مش هيبقى منطقي انه يجلس بجوار لاعبين سابقين، فهو يعامل معامله مختلفه اذا اراد الحضور. طب اتحاد الكره قال لنا بقى انه حصل على 50 مقعدا بالعافيه بالظبط كانت كده، ولذلك تم دعوة 48 نجما سابقا فقط من نجوم الكرة المصرية، ولو علينا كنا ندعو عدد أكبر من اللاعبين. طبعا في لاعبين لعبوا دقائق قليلة مع المنتخب، شاركوا في التتويجات، في لاعبين شاركوا في كل هذه التتويجات، في أسماء لم تنضم لهذه القائمة رغم أن لها باع كبير جدا، بل وشاركت في هذه التتويجات وشاركت في مونديال 90 مثلا لكن ما كانتش موجودة، وده اللي عمل الحيرة وده اللي عمل التساؤلات. ايا ما كان كلنا واحد، سواء كان لاعبا سواء كان مدربا سواء مشجعا سواء اعلاميا، كلنا الهدف واحد وواضح وهو التاهل باذن الله الى المونديال، لكن دايما بتبقى الامور محتاجه توضيح ودقه في التفاصيل. يعني كلام اتحاد الكورة عذر أقبح من ذنب، واخد 30 كرسي واخد 40 كرسي واخد 45 كرسي. كابتن خطيب لو هتحطه في مصاف الناس اللي هم يعني مش عايز تحطه مع اللعيبة، عايز تحطه في مكان أعلى، إيه المشكلة؟ حطه في مكان أعلى، خلي اللعيبة كده وهو في الصف اللي فوقيهم، إيه المشكلة؟ ده ما يستدعيش إن أنت تستثني كابتن خطيب وكابتن حسن شحاتة وفاروق جعفر وآخرين. انت مختار لي احمد عيد عبد الملك اسطوره من ضمن اساطير الكره المصريه عبر تاريخها او في جيل معين شارك مع المنتخب مصر، ازاي تحط لي احمد عيد عبد الملك اللي كان بيتاخد احتياطي وبيقعد على الدكه ولو تم تبديله بيبقى لمده ثواني او دقائق عشان اعطل الوقت او عشان استهلك وقت عشان المباراه خلاص قربت تنتهي، لاعب ملوش دور ملوش تاريخ ملوش قيمه، ازاي انت تستثني ناس بقيمة كابتن حسن شحاتة وكابتن الخطيب وفاروق جعفر، ازاي تستثنيهم؟ اخترت طاهر ابو زيد، فين الخطيب؟ اخترت رابع ياسين، فين الخطيب؟ اخترت شوبير، فين الخطيب؟ فين حسن شحاتة؟ فين فاروق جعفر؟ فين الناس دي؟ ما الناس دي شاركت مع منتخب مصر، الناس دي عملت بطولات مع منتخب مصر، الناس دي ساهمت في نجاحات مع منتخب مصر، ما تقوليش عشان ده رئيس نادي، الرئيس كلمة يعني
منصب رئيس النادي لا يعني لا يشطب او لا يستثني ان اللاعب كان لاعب كرة قدم، اللاعب بتاع كرة القدم ده معلش يعني قبل ما يبقى رئيس نادي كان لاعب في كرة في منتخب مصر، كان اسمه اللاعب المصري فلان الفلاني في منتخب مصر قبل ما يبقى رئيس نادي. طيب عندك حسن شحاتة لو رئيس نادي ولا شغال مدرب حاليا، ليه استثنيته من الاختيار بتاعك وهو ما يعني احرز 3 بطولات متتالية في سابقة مش هتحصل وما اتكررتش ومش هتتكرر مع اي مدير فني مصري او اجنبي، فكونك ان انت تستثني كابتن حسن شحاتة فده عوار كبير انت اتخذته يا اتحاد يا كورة. بتتعلل ان كابتن خطيب رئيس نادي فاروق جعفر لو رئيس نادي ولا شغال مدرب ولا شغال اي حاجة بيحلل في القنوات، ما اخترتوش ليه؟ ما هو ساهم مع منتخب مصر وكان له يد عليا في منتخب مصر، ليه استثنيته؟ ليه ضيعش سقطته من حساباتك؟ ليه؟ ما تفهمني اختياراتك بناء على ايه؟ ايه معاييرك؟ هو كل واحد جاب ورقة وقلم وكتب 3 4 لعيبة على مزاجه، تروح انت تقول لهم تعالوا احضروا؟ الحضور ما مش هيضيف للشخص، ده الشخص هو اللي هيضيف للحدث. يعني لما يجي لك الكابتن خطيب، كابتن حسن شحاته، فاروق جعفر، اي حد له ثقه له، هو اللي هيضيف للحدث مش الحدث اللي هيضيف للاشخاص، عشان تبقوا فاهمين. فكونك ان انت تستضيف احمد علي عبد الملك، واحمد علي عبد الملك يعني ملوش بصمه حقيقيه او غيره او غيره، مش زي بثقه للكابتن خطيب. وانا قلت لك واديت لك امثله، كونك ان انت تستثني كابتن خطيب عشان رئيس نادي ده مش عذر، كونك تستثني كابتن حسن شحاته عشان كان مدرب، طب ما هو كان لاعب. طب فاروق جعفر له مدرب وله رئيس نادي وما استضاف ما خدتوش ليه؟ ما تفهمنا. تقول لي اصل معلش اصل دي اول مره وسقطت الحسابات، لا يا حبيبي ده فيها شغل شغل من تحت لتحت. ليه 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 كل واحد مسك ورقه وقلم وكتب اللي هو عايزه؟ اصل احنا مش قاعدين في حضانه ولا قاعدين في طابونه عيش، خد حمل اللي انت عايزه. عيب الاشخاص هي اللي بتدي للحدث قيمه، لما انت تعمل حدث رياضي ويبقى عندك مصف من العظماء، ما تجيبليش احمد عيد عبد الملك، ما تجيبليش ابراهيم سعيد، معلش الناس دي ايه؟ مع احترامي لابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد انا بحبه وبحترمه، واحمد عيد لا بحبه ولا بحترمه، بس ما ينفعش ان ده يختار كاساطير، يعني كلمه اساطير دي عيب عيب. الاساطير تتقال على مين؟ تتقال على واحد زي كابتن خطيب، كابتن حسن شحاته، مارادونا، بيليه، رونالدو، ميسي، هم دول الاساطير يا ابني، مش احمد عيد عبد الملك، مش هو ده الاسطوره، مش هو ده الاسطوره. انا بصراحه يعني شيء غريب وعجيب من اتحاد الكوره، شيء غريب وعجيب من اتحاد الكوره ان هو ينتقي الفتات ويسيب البهاريز اللي بتبقى على يعني وش الوش او في الوجه او في اللي قدامه. يعني كابتن خطيب بيروح اي مكان يشرفه يرفع راس المكان، بس اللي انت عملته يا اتحاد الكوره دي سقطه من سقطات هان بريده، اللي بيقول لك هات فلان ومشي فلان. طبعا لو كانوا جابوا كابتن خطيب كان هيقول لك ايه ده 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 انت جبت كابتن خطيب وما جبتش حسن شحاته، فلو كان جاب حسن شحاته قال لك ايه ده انت جبت حسن شحاته وما جبتش الخطيب، طب ايه ده انت جبت الخطيب وما جبتش مرتضى منصور اعظم رئيس نادي في القاره، لا لا، ويطلع مرتضى بقى يشتم ويسب ويهلل ويعمل، قال لك لا 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 احنا مش غاويين مرتضى، احنا قد مرتضى يا عم، لا سيبها حسن شحاته اللي ما بيحبوش مرتضى واركن كابتن خطيب اللي ما بيحبوش برضه مرتضى، عشان هيطلع مرتضى يشتمنا ويهزقنا في القنوات وعلى ايه؟ خلي الطبق مستور. هو ده اتحاد الكوره وهو ده الاعلام اللي بيطبل لاتحاد الكوره، ومفيش حد يقول لهم عيب واختشوا في قيمات او قامات كبيره في الدوله لازم تكون هي اللي متصدره المشهد، مش شويه هلافيت متصدرين المشهد. طبعا انا مش بتكلم على كل الموجودين في القائمه، لا في القائمه في ناس اساطير وناس زي الفل، يعني محمد فضل ده اسطوره؟ فين محمد فضل هو اهلاوي؟ اسطوره محمد فضل ولا عمره اسطوره؟ واسطرتوه ازاي؟ هو احمد عيد ومعتصم سالم، إلا معتصم سالم اسطوره في ايه؟ حد يقول لي ايه الاسطوره اللي في معتصم سالم؟ ما تفهمونا يا ناس، يمكن احنا ما بنفهمش. ده الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفني، اول مره تتابعني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس،
وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.